در المجموعة ويقود ناصي مشاركة في هذا الشوط، ويلي باروت في المركز الثاني يحمل انشعار هجن العاصفة، يقود الواثق حمد بن راشد بن غدير وهن يتصدر المجموعة بعروض تلقائية بعد الانطلاقة وبعد هذا المسار، بينما ياتي في المركز الثالث اللي هو مدلل لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم يضم عبد الله بن شاهين، يضمر عبد الله بن شاهين المرر اللي يتولى عملية تضميره في المركز الثالث، بينما المركز الرابع هذا مغامر ياتي في المركز الرابع من هجن العاصفة يضمر الواثق حمد بن راشد بن غدير صوغان، يتقدم في المركز الخامس لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم بتضمير مسري بن سالم بالعرطي، بينما هناك شاهين لسمو الشيخ احمد بن سعيد المكتوم سيف بن مبارك بن غويث كذلك يتواجد مضمرا، بينما المركز السابع من الجانب الآخر اللي يتدخل يحمل النخلي، هذا النخلي لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم يضمر علي بن هزيم المسافري وياتي في المركز الثامن هذا اللي هو عند علي بن راشد بن غدير اللي هو الأسد لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، ويضمر علي بن راشد بن حمد بن غدير، أما تاسع المراكز اللي هو شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم يضمره أحمد بن سلطان بن رشيد الخطير، وعاشر المراكز يتواجد في شاهين لسمو الشيخ خالد بن سلطان القاسمي وبخيت بن سالم المسافري يقوده في التضمير. هذه العشر المراكز الأولى مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام في مسار الشوط الثامن في أشواط التميز في هذا المساء، ستل الستار في ميدان المرموم في هذا المساء سوف يكون على هذه الانطلاقات وعلى هذا الموسم اللي بدأ من شهر تسعة بأيضا أثارة وبحماس وبمنافسات وبتميزات وبكل ما هو جميل في هذا الوطن القالي في دولة الإمارات العربية المتحدة، في هذا الوطن المعطى بهذه القادة الكريمة طال الله في أعمارهم وابقاهم ذخرا لنا ولشعب مشاهدينا الأعزاء، ودام الأمن والأمان على هذا الوطن القالي مشاهدينا الأعزاء في مسيرة العطاء والتنافس والأثارة والحماس والتلاقي الودي في هذا الميدان دائما في دبي وفي المرموم بالذات. عودة مرة ثانية إلى المراكز الأولى والتغيير، باروت غير إلى المقدمة وإلى المركز الأول في هذا المسار وفي هذا التحدي، يتبادل المراكز بينه وبين ناصي باروت وناصي من هجن العاصفة يضمرها الواثق حمد بن راشد بن غدير المركز الثالث، يتقدم في المركز الثالث ويأتينا مدلل ليحمل شعار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم ويضمره عبد الله بن شاهين الذي يتولى عملية تضميره، بينما المركزات تقدم خالية في هذه اللحظات لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وأيضا المضمر اللي هو علي بن هزيم المسافري، والمركز الرابع يأتي فيه الأسد لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بتضمير علي بن راشد بن غدير، بينما المركز الخامس يتقدم شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وتضمير الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد، تأتي هجن العاصفة كذلك بهذا الأداء بالمركز السادس السابع الثامن لتقدم لنا قامر وبشار وكذلك مشرف ويضمرهن الواثق حمد بن راشد بن غدير، هناك صوغان يتدخل في هذا الانطلاق لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم يضمره مسري بن سالم بالعرطي، هذه تسع مراكز المركز العاشر من هجن العاصفة اللي هو كفو من هجن العاصفة يضمر الواثق حمد بن راشد بن غدير، هذه العشر عديتها وذعتها إلى حضراتكم للمرة الثانية على التوالي في مسار الإذاع باطل الإبداع هنا على أرضية ميدان المرموم تحفت ميادين السباقات الذي تنطلق في هذه الفئة وهذا الانطلاق. عودة إلى المراكز الأولى مرة ثانية في أنحناء ميدان ومع مغادرتنا أو اقترابنا من لوحة الكيلومترين وبوابة العبور الذي تتغير فيها الشعوب.
وتصدر فيها الأمور كذلك بالعرض الجميل والرائع. عودي إلى المركز الأول وهذا باروت، هذا باروت اللي يسيطر، اللي يقود الجعدان المهجنات الأصائل في ثامن أشواطي هذا اليوم، يتقدم بجدارة ويقود المشاركين. عروضة تلقائية، جميع العروض تلقائية حتى هذه اللحظات وبهدوء، ولكن ترقبوا هناك بتستوي حركة ويستوي أيضا أعطاء الأوامر. نتقدم إلى أو نتأخر إلى ناصي في المركز الثاني، وكفو في المركز وباروت في المركز الأول من هجن العاصفة، أيضا الواثق حمد بن راشد بن غدير والمنافس لهم من البداية مدلل، يعني أن خالي حاضرة في هذا الانطلاق مع مدلل اللي ينطلق في هذا الشوط لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، والذي ينطلق مع هذا الاندفاع عبد الله بن شاهين يتولى عملية تضميره، يقوده إلى المركز الثاني ويغير إلى ثالث مركز. نشوف هناك بعد الثلاثة في أزمة، نعم تتواصل هجن العاصفة مع اللي هو مبشر من هجن العاصفة، يأتي في المركز الرابع والمركز الخامس ايضا لسمو الشيخ الاسد، لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، وعوده مره ثانيه الى المراكز الاولى والى الانطلاق الاول في مسار هذا الشوط وتحدياته وانطلاقاته. عوده الى المراكز الاولى، هذه الانطلاقه وهذا الاندفاع في هذا التحدي الاول. يسيطر على مقدمه الشوط باروت، باروت يقود المشاركين، باروت يندفع بالمقدمه ويسيطر على مسار هذا الشوط، وهذا الاندفاع الشيق والجميل على أرضية هذا الميدان من هجن العاصير ويقود هذا المسار. بدأت الأمور، بدأ الأوامر، وشوف الثلاثة اللي هم باروت ومدلل وكذلك اللي هو ناصي يرقصن ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله على هذا الأداء وعلى هذا الاندفاع الجميل. يغير مشاهدينا متابعينا الكرام، مدلل يدلل على المقدمة، يدلل مدلل على المركز الأول على المقدمة على المسار على هذا الشوط الجميل. يا سلام، مدلل يسيطر على مقدمة الشوط ويقود المشاركين والمنطلقين في هذا المساء. يا سلام يا سلام يا سلام، مدلل ولكن يتحرك، يعود ناصي للتنافس. مدلل وناصي، ناصي ومدلل، يتسلل ناصي إلى مقدمة الشوط، هذا هو يسيطر على المقدمة. تهانينا لهجن العاصفة الثانية للواثق حمد بن راشد بن غدير، المركز الثاني مدلل لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، والمركز الثالث باروت من هجن العاصفة، بينما ناخذ المركز الرابع أيضا وصل فيه مشاهدي الأعزاء مباشر من هجن العاصفة، والمركز الخامس اللي هو الأسد لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. هكذا كان هذا الشوط. نعود إلى التوقيت الزمني، وهذا أبو عدنان كذلك المخرج حاضر بانطلاقاته وبإعادة التوقيت، وهذا اللي هو ناصي. توقيت الزمني 9:24 وسبع أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن العاصفة، والتهنئة موصولة للواثق حمد بن راشد بن غدير، بينما مدلل، هذا هو مدلل 9:25 بالوفاء والتمام. تهانينا لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، والثانية لعبد الله بن شاهين على هذا التضمير، بينما وصل في المركز الثالث. المركز الثالث بناخذ يا مخرجنا توقيته، خلاص هذا المركز الثاني. المركز الثالث من هجن العاصفة مشاهدي الأعزاء اللي هو باروت، توقيت الزمني هذا وعلى شاشة التلفزيون 9:26.8 من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، والتهنئة موصولة للواثق حمد بن راشد بن غدير.